شاطرين في التصوير. هاي اللي سامي اسكت. في المدارس الوكالة اللي في خان يونس وحكونا ان المدرسة آمنة، فجأة صار ينادوا بالميكروفونات انه معكم نص ساعة وتخلوا، صرنا نجري مش عارفين وين اهلنا وين اولادنا، وانا لثلاث ايام والدة حسبي الله فيهم ومشونا من المدرسة للبحر، وهينا في البحر مش عارفين وين نروح، مش عارفين اهلنا وين. قصف عشوائي على الدور اللي حوالينا وعلى الشجر، اخذوا الشباب مش عارفين ايش يعملوا في مصيرهم الشباب. قبل ساعة تقريبا حكوا لنا في المدرسة اجت الدبابة وسهروا على السماعات يحكوا لنا اخلوا اطلعوا من المدرسة، طلعونا كل واحد معاه يعني اغراض بس على قد انه ايده، لا سياره ولا اشي، وخلونا نطلع خلونا نمشي مسافه، والشباب كانوا ياخذوهم على جنب ويفتشوهم، واخذوا اللي اخذوه ومشوا اللي مشوهم، واحنا هنا قاعدين مش عارفين وين نكمل. كان الدبابات دائما بالشارع اللي احنا فيه ظلهم رايحين جايين تقريبا كل ساعه يصير يطخطخ علينا بالدبابات مش عارف اصوات كثيره، والجرافات كانت تجرف البيوت اللي حوالينا، واذا كان حدا يطول يطخطخ على الصف اللي احنا بنطول منه، ممنوع كان حدا يطول، كنا دائما قاعدين في المدرسه تحت.